يا أهل الخير، أبشركم بأن الله جعلكم مصداق قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. دار الربيعة والهاجر للأيتام. تقع مدرسة دار الربيعة والهاجر للأيتام على بعد أمتار من مدينة بابي، محافظة نوشهرة. دثريني وارحلي، لم لي بشعثا مذا اعجني. أسست المدرسة عام 1992 الميلادي، أي قبل 30 عاما. هذه المدرسة خاصة بالأيتام، تحتضن عددا كبيرا من الأيتام الذين قدموا إليها من شتى أنحاء باكستان. فالمدرسة وفرت لهم تعليما متطورا بتربية متوازنة في بيئة رائعة مجانا. مدرسة دار الربيعة والهاجر تحصل على اعتراف من حكومة باكستان، وتحتوي على عدد كبير من الأيتام. نظام المدرسة مبني على ثلاث مراحل تعليمية: الابتدائية والمتوسطة والثانوية. كنت صغيرا عندما توفي أبي، وكانت عائلتي فقيرة جدا، فلم أستطع مداومة دراستي، ولذلك التحقت بدار الربيعة والهاجر للأيتام. لقد وفرت لنا المدرسة كافة خدمات المعيشة والدراسة والصحة. يوجد بها مستشفى يعمل طاقمه على مدار 24 ساعة. أنا أحب ديني ووطني، وأريد أن أعمل من أجلهما عملاً مميتاً. لقد زرت مدرسة دار الربيعة والهاجر ورأيتها عن قريب، وقد تأثرت بها تأثراً بالغاً، حيث تولى المدرسة اهتماماً بالغاً بالأيتام لم أرى لها مثيلة في الساحة. عناية بصحة الأطفال، فإن المدرسة تجهز أطعمة صحية للطلاب بما فيها الحليب الطازج واللحم والخضروات والفواكه. توفي أبي إثر مرض شديد، وأتعلم في هذه المدرسة منذ 10 أعوام. يوجد في المدرسة ملعب واسع نلعب فيه كرة القدم وكرة الطائرة ولعبة الكريكت. توجد في المدرسة كافة أجهزة التقنية الحديثة وأجهزة المختبر العلمي ومكتبة علمية رائعة. يبلغ عدد الطلاب في هذه المدرسة حوالي 600 طالب. لقد وفرنا لهم منهجا تعليميا متينا، ومستشفى ومسجدا وسكنا مريحا ومطعما وملعبا رياضيا، وجميع متطلبات النظام التعليمي والمعيشي. نقدم جزيل الشكر والامتنان لدولة الكويت الحبيبة والقائمين بتمويل وكفالة أبنائهم الأيتام، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.